فور علمه بنبأ الواقعة استجمعنا بعض المعطيات اللي وردت في الصحافة الإلكترونية وفي المواقع الاجتماعية وصدرنا بلا في الموضوع تنشر طبعا عبر وسائل الإعلام الإلكترونية. ومن المسائل الأساسية اللي جات في البلاغ وهي أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قررت تبني قضية الطفل الضحية وتكليف محامين المنتمين للجنة الدفاع ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتتبع القضية إلى نهايتها. وطالبنا في حينه في الوقت اللي كان البحث لا زال جاريا طالبنا السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة بالإشراف شخصيا على البحث التمهيدي. وأهم طلب قدمته الجمعية بواسطة بلاغها هو الأمر بإجراء تشريح طبي يعهد به لمركز الطب الشرعي بالدار البيضاء. علاش؟ ركزنا في البلاغ على الطلب لأجل معرفة مجموعة من الأمور اللي يمكن أنا مازال ما اطلعتش على الملف لأن الملف مازال ما بين النيابة العامة وقاضي التحقيق، ولكن بحكم تجربة التقارير ديال الطب الشرعي في مدينة طنجة دائما وفي العديد من الملفات اللي كيكون كيتبعها الرأي العام واللي كيكون فيها يعني الجرائم تتعلق بالقتل والاغتصاب تقرير الطب الشرعي ما كيكونش يعني كامل من الناحية العلمية. احنا في الجمعية وبحكم التجربة في الوقت اللي كنعملوا طلب ديال تشريح مضاد عن طريق المركز ديال الطب الشرعي بالدار البيضاء دائما ولا في غالب الاحيان نفاجأ بان التقرير كيجي تقريبا معاكس للتقرير ديال الطب الشرعي بمدينة طنجة. وبالتالي ركزنا في البلاغ على اولا تحديد تاريخ الوفاة بالضبط، واش الاغتصاب اذا كان فعلا هناك اغتصاب او لهتك عرض بهذا المصطلح القانوني، واش كان هذاك العرض قبل الوفاة او لا بعد الوفاة، لان اذا كان بعد الوفاة غادي يكون فيه ايهام او محاولة ديال توهيم الجاني للعدالة بين قوسين على انه راه الاغتصاب او الوفاة جاءت نتيجة على الاغتصاب بحكم مثلا المقاومة ديال الضحية، ولكن اذا كان العكس هنا خص يكون بحث اخر. على اي مرحلة الان؟ احنا دابا في مرحلة تحقيق اعدادي، السيد قاضي التحقيق سمع الاصدقاء ديال المتهم اللي هما عندهم مطالبة باجراء تحقيق من اجل عدم التبليغ عن وقوع جناية، وغيتم الاستماع المتهم الرئيسي وغيتم الاستماع كذلك الى ذوي حقوق الضحية. احنا الجمعية المغربية لحقوق الانسان موقفنا فيما يتعلق بالغاء عقوبة الاعدام واضح انطلاقا من المرجعية ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واللي هي المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، وبالتالي المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام هي دائما مستمرة وما يمكنش طبعا أنه هذا الموقف يتغير في هذه النازلة هذه.